السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس السابع من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وتوقفنا عند باب الفرح الذي هو من كبائر القلوب التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في القسم الأول من كتابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرح وقول الله تعالى: إنه كان في أهله مسرورا، وقوله: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وقوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه الآيات الثلاثة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن الفرح من كبائر الذنوب، وهو من ذنوب القلب. والفرح أيها الإخوة هو السرور، لكنه على قسمين: فرح محمود وآخر مذموم. فأما المحمود فهو الفرح بنعمة الله وفضله، قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويدخل في الفرح المحمود الفرح بالمباحات، ولذلك أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عند ذكره لباب إن هذا المال خضر حلو، ساق تحت هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم ذكر أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. فهذا أثر مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يدل على أن الفرح بالمباحات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، أن الفرح بهذه الأمور كلها أمر مباح، أمر مباح. فالفرح المحمود فرح بفضل الله تبارك وتعالى بالأمور الدينية وبالمباحات من الأمور الدنيوية. والقسم الثاني فرح مذموم، وهو الفرح بالدنيا المؤدي لنسيان الآخرة والغفلة عنها، كما قال الله تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، دليل على أن فرحهم بالحياة الدنيا أشغلهم عن الله والدار الآخرة. ويقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، دليل على أن فرحهم هذا أدى لانشغالهم عن الله والدار الآخرة حتى أخذوا بغتة. وكذلك من الفرح المذموم الفرح المؤدي للبطر والبغي، كما قال تعالى في قصة قارون: إن الله لا يحب الفرحين، إذ كان فرحه فرح بطر وبغي وفساد، حينما قال تعالى: إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال: إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فسياق هذه الآيات دلت على أن فرح قارون كان فرح بطر وكبر وبغي وإفساد، ولذلك كان هذا الفرح فرحا مذموما. الآية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى جاءت في سياق من ألهته دنياه عن آخرته كما ذكرنا، حتى ظن أنه لن يحور، لن يرجع إلى ربه، كما قال تعالى: إنه كان في أهله مسرورا، في سورة الانشقاق: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. فرح، إنه ظن أن لن يحور، فرح بما عنده من الدنيا وظن أنه لن يرجع إلى ربه، فانهمك في هذه الملذات التي تشغل عن الله والدار الآخرة، وانهمك في المعاصي حتى ظن أنه لن يرجع إلى ربه، فأنساه فرحه لقاء ربه، فأعقب ذلك الفرح اليسير حزن طويل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية التالية في صفات أهل المؤمنين الذين كانوا على عكس هؤلاء الفرحين، وهم الذين كانوا في أهلهم مشفقين. قال الله تعالى في سورة الطور: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فلما كانوا في أهلهم مشفقين، خائفين وجلين من الله تبارك وتعالى ومن عذابه، أورثهم ذلك الإقبال عليه، وأورثهم ذلك الانشغال عن الدنيا والفرح بها، إلى الخوف عن عذاب الله تبارك وتعالى وعن الدار الآخرة وما يكون فيها من حساب وجزاء. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى الآية الثالثة التي فيها التنبيه إلى أن الفرح بالملذات الدنيوية وإن سيقت إليك قد يكون ذلك فيه الاستدراج والمباغتة، فيأخذك الله تبارك وتعالى على حين غفلة، وهي قول الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهذه الآية جاءت في سياق قصة أصحاب السبت الذين قال الله عنهم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإنعام الله تبارك وتعالى عليك، الأنعام الدنيوية، إياك أن يلهيك عن الله والدار الآخرة وأن تفرح بذلك، فإن فرحك بذلك بما يشغلك عن الإقبال على الله فرح مذموم، وهذا يكون فيه البلاء كما يكون بالشر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا هو الفرح الذي يكون فرحا من كبائر الذنوب، الفرح بما يؤدي إلى الغفلة عن الآخرة، والفرح بما يؤدي إلى البطر والكبر والبغي والفساد، وما عدا ذلك فإنه فرح محمود أو فرح مباح. والفرح المباح إياك أن تنهمك فيه حتى لا تصل به إلى حد الفرح المذموم. الباب التالي ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. قال: باب ذكر اليأس من روح الله
أمن من مكر الله، وقول الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق، وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا ولفظه: سئل ما الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. وهذه الآثار وثق رجالها جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، منهم الهيثمي في مجمع الزوائد وغيره. ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر الأدلة التي فيها التحذير من اليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وهذين الأمرين من كبائر الذنوب، وهما مما ينافيان كمال الإيمان إلا إن ذهب أصلهما، فإنهما ينفيان الإيمان بأصله. اليأس من روح الله أيها الإخوة هو استبعاد فرجه عند نزول المصائب. اليأس من روح الله هو استبعاد فرجه عند نزول المصائب. هذه الأمور المذكورة ثلاثة: اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. فاليأس من روح الله استبعاد حصول فرج الله عند نزول المصائب، هذا هو اليأس من روح الله. ويرى بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن القنوط من رحمة الله هي اليأس من روح الله، ولعل المصنف رحمه الله تعالى من هؤلاء يرى أن القنوط من رحمة الله هي اليأس من روح الله، بدليل أنه ذكر في عنوان الباب قال: اليأس من روح الله والأمن من مكر الله، ولم يذكر القنوط من رحمة الله، رغم أن الآثار ذكرتها منفردة لكنه لم يذكرها منفردة في تبويبه، ولعله يرى أن القنوط من رحمة الله هي اليأس من روح الله. لكن يرى آخرون أن اليأس من روح الله مغايرة للقنوط من رحمة الله، وقد ذكروا لذلك تفريقات عديدة، وهي تفريقات يسيرة، منها ما يجعل اليأس من روح الله أعم، ومنها ما يجعل القنوط من رحمة الله أعم. وممن ذكر فروقا بين اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله من قال أن القنوط من رحمة الله استبعاد الفوز بالرحمة في حق العاصي، على خلاف اليأس من روح الله فإنها استبعاد حصول فرج الله عند نزول المصائب. ومن فرق بينهما قال أن بينهما فرقا خصوصا إذا اجتمعا، كمثل قول الله تبارك وتعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فإذا اجتمعا افترقا بالمعنى، وإذا افترقا شمل كل واحد منهما الآخر. وخلاصة ذلك أن تعلم أن اليأس من روح الله تبارك وتعالى هو الأمن، هو استبعاد فرج الله تبارك وتعالى عند حصول المصائب، وأن القنوط من رحمة الله استبعاد الفوز بها في حق العاصي. هذا عندما فرق بينهما، وأما من جعلهما بمعنى واحد فالعموم فيها يدل على أن اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله تشمل استبعاد الفرج عند نزول المصائب وحصول رحمة الله تبارك وتعالى للعاصي. وأما الأمن من مكر الله فهو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على المعاصي. الأمن من مكر الله الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على المعاصي. ولتعرف أيها الأخ المسلم حقيقة التفريق بين هذه الأمور، عليك أن تعرف أركان العبادة القلبية قبل ذلك. فالإنسان يسير إلى ربه محلقا في سماء العبودية على أركان ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. ويشبه أهل العلم رحمهم الله تعالى هذه الأركان الثلاثة بجسد الطائر، فالمحبة رأس الطائر،
والخوف والرجاء جناحا الطائر. فإذا سار العبد إلى ربه محبا له، راجيا لما أعده الله للمؤمنين، خائفا مما أعده الله للمنافقين والكافرين، كان مؤمنا. فإذا ذهبت المحبة انقطع رأس الطائر ومات. وهكذا الإيمان يموت بلا محبة. وإذا اختل أحد جناحا الطائر، الخوف أو الرجاء، لم يطر الطائر بعد ذلك بشكل سليم، فاختل الإيمان كذلك في قلب العبد المؤمن. ولذلك المؤمن يسير إلى ربه محلقا في سماء العبودية على هذه الأركان الثلاثة: محبة وخوف ورجاء. فإياك أن تفقد محبتك لمولاك سبحانه وتعالى، وإياك أن تغلب جانب الخوف أو تغلب جانب الرجاء، بل تكون على اتزان بهما. فإذا غلبت جانب الخوف، إذا غلبت جانب الخوف، تأمل أنت معي في عبد يرتكب المعاصي لكنه يؤمن بالله، لكنه قد انهمك في المعاصي، ثم كلما أراد أن يتوب غلب جانب الخوف وقال: أنا ذنوبي كثيرة، وأنا المعاصي التي أرتكبها كبيرة، وهل لي من توبة، وهل سيغفر الله لي؟ هذا قنط من رحمة الله، ويأس من روح الله، يذنب ويعصي وتأتيه المصائب يمنة ويسرة، ثم إذا فكر بالتوبة غلب جانب الخوف وقال: أنا لن أتوب، أنا ذنوبي كثيرة، أنا المصائب التي تقع علي كلها بسبب ذنوبي، ليس لي رحمة عند الله، ليس لي مغفرة، ليس لي توبة. لا، هذا هو تغليب جانب الخوف، وهذا ما نهى الله عنه. لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قل يا عبادي الذين إيش أسرفوا، وليس أذنبوا فقط، أسرفوا بالذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ذنوبك إلى أي حد وصلت؟ إلى حد الشرك والكفر بالله، هذه أعظم المحرمات، يغفرها الله إن تبت منها. تب واعلم أن الله غفور رحيم. شخص آخر يغلب جانب الرجاء، يقيم على ذنوبه ومعاصيه، وكل ما يقال له تب إلى الله، استغفر، يقول إن الله غفور رحيم. إياك أن يأخذك الله على حين غرة وبغتة، لا لا لا، الله تبارك وتعالى رحمته وسعت كل شيء. يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء، إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن يأمن من مكر الله. فإذا أمن من مكر الله أخذه الله بغتة، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، حتى إذا أخذه لم يفلته. هذا هو الأمن من مكر الله. فالعبد يسير على جناحين: خوف ورجاء. ولذلك انظر في كتاب الله تبارك وتعالى دائما، لا تجد أبدا ذكرا للخوف إلا ويعقبه ذكر للرجاء. لا يذكر الله تبارك وتعالى بواعث الخوف إلا ويذكر بعدها بواعث الرجاء مباشرة، بل ربما ذكر ذلك مجموعا في آية واحدة: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. انظروا حينما يقول الله تبارك وتعالى في سورة قاف: هذا، قال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. خوف، تخويف للعباد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. تخويف مباشرة يعقبها: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ما يمكن يذكر الله تبارك وتعالى التخويف إلا ويعقبه بذكر الرجاء. في سورة النبأ: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. تخويف. ثم يقول: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا. لماذا؟ حتى تتزن،
إياك أن تيأس من روح الله أو أن تقنط من رحمة الله، وإياك أن تأمن من مكر الله. لا، أنت تسير إلى الله تبارك وتعالى على هذين الركنين جناحا الطائر، لا تغلب شيء على شيء فتسقط. وروي أن نبينا صلى الله عليه وسلم دخل يوما على شاب وهو يحتضر، فقال له: كيف تجدك يا فلان؟ فقال: يا رسول الله، والله إني لأخاف ذنوبي وأرجو ما عند ربي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما اجتمع في مؤمن عند الموت إلا دخل الجنة، ما اجتمع في مؤمن عند الموت إلا دخل الجنة. وانظر إلى كتاب ربك وتأمل كيف أن الله تبارك وتعالى لا يتركك تعظم الرجاء إلا ويعقب ذلك بتعظيمك للخوف من الله، من الله تبارك وتعالى. واقرأ إن شئت سورة الأنبياء التي هي سورة الاستجابة، كيف أن الرسل حينما يصلون إلى مرحلة قرب فيها اليأس من روح الله يأتي الفرج. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، استيأسوا من ماذا؟ استيأسوا من إيمان قومهم بهم ويظنون أنهم قد كذبوا. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. واقرأ سورة الأنبياء وتأمل كيف أن الفرج يأتي عند قرب حصول اليأس. إذا مهما عظم ذنوبك، مهما كثرت مصائبك، لا تيأس من روح الله ولا تقنط من رحمته. مهما كنت مذنبا، إياك أن تأمن من مكر الله وارجع إلى ربك، فإن ربك سريع العقاب كما أنه غفور رحيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.